مع قرب السباق الانتخابي يتنافس المرشحون على الوصول لشيوخ العشائر ورموزها من أجل الترويج لهم من قبلهم بغض النظر عن أهليته ومؤهلاته وخبرته السياسية، فيما أكد المرشحون بأن اللجوء للعشيرة هو لبيان برنامجهم الانتخابي والتزامهم برئاهم السياسي الذي سيكونون ملزمين بتنفيذه أمام عشائرهم حسب وصفهم. فلا بأس أن يخرج من رحم هذه القبائل، يعني كما يقول لمثل هذا فليتنافس المتنافسون على أن تكون في خدمة المجتمع وخدمة الناس، مو قضية إقصاء لبقية الهوامش أو تهميش لدائرة أخرى، على العكس. القبلية والعشائرية هي ليست سبة إذا ما جاءت باتجاه اختيار الناس الأصحاء الحقيقيين، ودائما ما العشائر، نحن جميعنا أولاد عشائر، ودائما ما العشائر تقدم خيرة هذه العشائر المتقدم. سيطرة العشيرة على المرشحين للانتخابات، ينظر المراقبون لهذه الدورة بيأس وتشاؤم كبيرين، وتبدو العملية الانتخابية مشهدية أبعد ما تكون عن الديمقراطية، فشرط الأخيرة هو أن يتساجل المتنافسون على السلطة حول مصلحة الأمة وطرق تحقيقها، وليس مصلحة العشيرة أو الطائفة. مع احترامي لكل العشائر، إذا كل عشيرة راح تختار مرشح من عندها فقط، إيش بقينا للمهنية والكفاءات في محافظة ديالى؟ اليوم أغلب العشائر توجهت على اختيار شخصية، زين المستقلين واللي عندهم برنامج يخدم الديالاوي في ديالى، منو راح ينتخبهم؟ لا يزال الانتماء القبلي يلعب دورا مهما في ترجيح كفة الفوز في الانتخابات، والسؤال هنا هل إن مرشح الإجماع العشائري ديمقراطية هشة أم سلب للإرادة؟ من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائية.